أقام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة ورفح الفلسطينية هيمنت على مجريات القمة. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بعد ختام القمة، أكد أبو الغيط أن هناك بيانا خاصا بالقضية الفلسطينية صدر من القادة يشمل النقاط الرئيسية التي تم التوصل إليها، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة. كما تم مناقشة قضايا سياسية واقتصادية خاصة بالدول الأعضاء. سمت بالسلاسة الشديدة، بساطة والهدوء، ولم يكن هناك أي خلافات، بل هيمنت بالكامل القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح على أعمال هذه القمة، بالإضافة إلى أنها تناولت موضوعات كثيرة اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية، إلا أنه القضية الفلسطينية كانت هي المحور والأساس، إلى الحد أنه صدر لها بيان خاص من القادة مثلما قرأه الوزير عبد اللطيف. وفي الإعلان يلاحظ من يقرأ هذا الإعلان، إعلان البحرين، أن الإعلان يتكون من عدد كبير من المواقف، نصف مساحة الإعلان خصصت للقضية الفلسطينية.